يبقى السلايد الاولاني بتديني معلومه عن بلوك جروب A B N B O. امال انت دي بتديني معلومه عن ايه؟ تقول لي بوزيتيف ولا نيجاتيف بس. يعني لو لقيت تفاعل بقول انها ايه؟ بوزيتيف. ما لقيتش تفاعل بقول ايه؟ طب تعالى خدها. يعني ايه تفاعل؟ لو لقيت النقط الصغيره دي عند الايه؟ اروح انا حاطط في دماغي ان الراجل ده عنده ايه؟ ممكن بوزيتيف ده بوزيتيف ايه؟ هتعمل اللي بعدها. لقيت كده نقط يا شباب، هو ايه بقى احتمال تبقى بي؟ يبقى اكيد الجسم الدم ايه؟ ايه؟ فاضل لي انها تبقى ايه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لو ما لقيتش كده نقط يبقى ايه فصيلة الدم دي؟ ايه؟ اللي قدامك بقراه. لقيت نقط هنا، لقيت نقط هنا اسمها ايه؟ لقيت نقط هنا اسمها بي، ما لقيتش هنا حاجة فصيلة الدم دي ايه؟ بي نيجاتيف. تعالوا ناخد مثال تاني. هو التفاعل ما بين الانتيجين والايه؟ والار بي سي. افرض السلايد بتاعتنا كانت كالآتي. دكتور تاني جيت على اول ار بي سي ما لقيتش ولا حاجه. ما لقيتش اي نقطه خالص. ما فيش اي نقط صغيره. جيت على ار بي سي الثانيه لقيت نقط. جيت على ار بي سي الثالثه اللي هي نقط رقم ثلاثه لقيت برضه هنا نقط. مين يقول لي ايه بسيطه الدم دي؟ اوكي مش وش للناس اللي مش عارفه. هل في أي تفاعل عند الـ NGA؟ مفيش أي تفاعل عند الـ NGA صح؟ يبقى ساعتها أقول بشكل ده مفيش تفاعل. طب هل في تفاعل عند الـ B؟ يبقى هقول إن دي B. هل في تفاعل هنا؟ أقول إيه؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى إيه فصيلة الدم دي؟ B بوزيتيف. يلا نعمل لكم واحدة كمان. طبعا أنت عارف إنها NGA ولا NGB. بصوا لي كده السلايد دي. تعالوا نشوف مع بعض السلايد دي فصيلة الدم ايه؟ بنحط الهوت بلاد. ما لقيتش ولا نقطة على أي حاجة. هل هنا في حاجة عند الـ A؟ في حاجة عند الـ B؟ مفيش. في حاجة هنا؟ بقول إيه؟ بقول نيجاتيف صح؟ السلايد ده يبقى إيه فصيلة البلاد دي؟ بقول فصيلة البلاد دي أو نيجاتيف خلاص؟ خلص تجربتك شفت الأجلوتينيشن بنشوفه بعد ما عملت بص عليه بيقول له الدكتور هو الدكتور بيسال بيدخل عليك بيقول لك ايه فصيله الدم فتقول له اه بوست عرفت ازاي يا ابني؟ اقول له دكتور انا لقيت ايه؟ ما لقيتش اي حاجه هنا مثلا بس لقيت هنا فعرفت انها ايه؟ انها ايه؟ او بوست. ايه بقى كل اللي بيجي بعد كده ديسكشن في النظر؟ ايه انواع البلاد جروبس؟ ايه ليه بعمل بلاد جروبس؟ ايه اهميه البلاد ترانسفيوجن؟ ايه الخطر؟ كلام نظري بحت. حد كده معايا؟ يلا نستنى تعالوا بقى نعملها قدامكم بقى. لا لا مفيش شكل في الامتحان ولا حاجه. هيا يا جماعه ادي اول سلايد اهي. ايه اللي انا هحطه على اول سلايد يا شباب؟ نحط هنا وان دروب. احط هنا انذر دروب. اوكي؟ افرض عندي وان سلايد بس اعمل ايه؟ حط التلاته. خلاص عرفت انا هعمل ايه طيب؟ حطيت الثري جروبس اهو، حطيت الثري جروبس، حاول ما يكونش كتير، حاجات صغيره تبقى حط خلاص يا جماعه عملت ايه هنا؟ حطيت الثري جروبس، طب وبعدين الخطوه الثانيه هعمل ايه؟ مش هنحط بقى في الكفر، المفروض ان انا هحطها على التيبل بتاعي، يعني وانت بتحط السلايد بتاعتك على مين؟ على التيبل وتتحرك بيه، بس انا مضطره يعني يبقى السلايد بتاعتك على التيبل هادي جدا حطيت ثلاث نقط غلط لو لقيت اثنين سلايد افصلهم احسن خلي هنا نقطتين وخلي هنا نقطه اول حاجه هاخد هنا مين؟ هاخد هنا مين يا جماعه؟ انا بقى حافظه منين؟ خلينا بترتيب من السلايد ان ده الان جي ايه اوكي؟ يبقى احط عليه ايه؟ ادي النقطه اهو غلط صح؟ خلصت واقفلها عشان اقفلوها عشان ممكن تبدلها عشان زمايلك اللي بعدها خلاص ما تقولش اوكي لا اللي بعدها هحط الـ NTB بي انت بتبقى حافظ الترتيب بتاعك يبقى هجي هنا اهو بروح حاطه وان دروب حطيت مين؟ حطيت الـ NTB بي عندي صوره فاضل لي واحده مين؟ حط الـ NTB بي تعالي معايا ها يا جماعه حطينا ايه؟ NTB بي صح كده؟ ها؟ تجربتي خلصت؟ شوف الغلطة إن الطالب يسيبها
بعمل ميكس كده على قد ما اقدر كده اهو. ضمنت الميكس واروح عامله ميكس الناحيه الثانيه صح؟ ها اعمل ايه؟ ينفع انزل بقى كده؟ لا ينفع. لازم حاجه ثالثه خالص، شكاكه، بطل قلم، اي حاجه تسرح لازم اعمل ايه؟ الميكس الثاني. وبعد كده بقى خلاص تجربتك خلصت، ما تسيبهاش على البنش، ما تسيبهاش على البنش. ابدا امسكها، امسك حاجتي، امسكها وابدا اعمل سلايد موفمنت. هي دي الحرفنه بقى، لان السلايد موفمنت لو جامده هتطبق الحاجه اللي انت حاططها. اعمل سلايد موفمنت خفيف عشان كمان ما يخشوش على بعض. اوكي، ليه بعمل سلايد موفمنت؟ انا سيرش فور وات، سيرش فور اجلوتينيشن، بلاقي نقط صغيره بالظبط كانك جاي قلم بنسل مبري شارب وعمال تنقط. شايفين؟ لان الكلاكيع الكبيره يبقى ده فلوتنج. لا انا مش عايزه الكلاكيع الكبيره، مش عايزه حاجه واحد رسمها بالقلم، انا عايزه نقط. عارفين يعني نقط؟ يعني امسك القلم الرصاص اجربها في البيت، قلم مبري قوي على الاخر، واجي في واجي في الورقه بيضاء واقعد انقط عشان اعرف حجم الحاجه قدامي هتبقى شكلها قد ايه. يا جماعة أنا مش لاقي أي ديفينيشن، معرفش إيه الحظ بتاعكم. مفيش هنا ولا هنا، لأن مجموعة الكتاب دي إيه؟ أوه، طب مفيش هنا يبقى دي إيه؟ حضرتك غريب. أوه، شوفوا هل دي بارشل ولا كومبليت؟ بارشل، عرفت ازاي انها بارشل؟
في بطن، في البطن حاجه، امال ليه شبك قلت على دي انها كومبليت خالص مفيش اي حاجه في البطن. دكتور السؤال دكتور التيوب بتاعتي دي فين هنا النو هيموليسيس؟ دي النو هيموليسيس، عرفت ازاي انها نو هيموليسيس؟ سوليوشن اس كلير، وفي بطن، في حاجه في البطن فدي نو هيموليسيس. طب التيوب دي اقول عليها هيموليسيس ولا نو هيموليسيس؟ دي هيموليسيس بارشل ولا كومبليت؟ عرفت ازاي انها بارشل؟ في حاجه في الفوتو اصلا عشان افرقها ما بين في اي حاجه في الفوتو؟ يبقى دي ايه؟ كومبليت هيموليسيس. تعالوا نمسك الاثنين مع بعض اهو، باين ان في فرق بين البارشل هيموليسيس اللي فيها حاجه في الفوتو وبين الكومبليت اللي ما فيهاش اي حاجه في الفوتو. فور لاست تايم. هاي يا جماعه فين الانبوبه اللي ما فيهاش اي هيموليسيس؟ اهي. دي نو هيموليسيس، السوليوشن بتاعي كلير، شايفينه السوليوشن بتاعي كلير، وفي حاجه في البوتوم دي ما فيهاش مشاكل. المشكله في دي، ها في هيموليسيس ولا فيش هيموليسيس؟ في هيموليسيس بارشل ولا كومبليت؟ بارشل، دي بارشل هيموليسيس، لكن الكومبليت فين؟ الكومبليت اهو. يبقى لما تجي لك التيوب واحط لك فيها كذا تركيز، هل لازم احط لك الثلاثه ورا بعض؟ يعني بمعنى دي نو هيموليسيس اهي، انا خليني اهو فاهم. دي يا جماعه اول انبوبه كانت مين؟ نو هيموليسيس. دي كانت النو هيموليسيس، انا بوريها لكم تاني. طب مين اللي بعدها يا جماعه؟ بارشل، ودي بارشل، ودي بارشل، الثلاثه بارشل. لو قال لي فين اول انبوبه بدا فيها الهيموليسيس؟ ابدا من هنا ولا ابدا من هنا؟ ابدا من انبوبه الكلير، ما دي البدايه بتاعتي. تاني، فين البدايه بتاعتي؟ فين بدايتي؟ الانبوبه اللي ايه؟ اللي ما فيهاش هيموليسيس الكلير، دي البدايه. فين اول انبوبه حصل فيها هيموليسيس؟ ممكن تعالي بس عشان اللي وراك يشوف. لا يعني كده مين اول شيء حصل فيها هيموليسيس؟ اهي صح؟ اللي بعدها على طول. يا جماعه انا ماشيه ما تركوش دعوه بدي، انا مترتبه خلاص. انا ايه مترتبه؟ هرتبها لكم. انا هنعمل ايه ده؟ مترتبه في الامتحان؟ اه. ها؟ دي نو هيموليسيس. دي اول انبوبه حصل فيها الايه؟ اه بدا فيها البارشال هيموليسيس. بيقول لي قول الرقم بتاعها، اصل ممكن طالب ما يسيب دي ويجيب لي دي. انا يبقى انا بيسالني دايما على اول انبوبه، فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يبقى اول انبوبه هي دي، دي اول انبوبه. طب بعد دي فين الانبوبه اللي حصل فيها الكومبليت؟ اخر واحده. يبقى بيسالني على الارقام. طب افرض هنا في انبوبه ثانيه حصل فيها كومبليت، بيقول لي فين الانبوبه اللي اول واحده حصل فيها كومبليت؟ اقول له ايه؟ اختار الاولانيه ولا الثانيه؟ الاولانيه. يبقى بقى بيسالني سؤالين، التيوب اللي حصل فيها بارشال هيموليسيس لو سمحت جيب له اول واحده، والتيوب اللي حصل فيها كومبليت هيموليسيس جيب له ايه؟ جيب له برضه اول واحده. يعني لو في عندي كذا انبوبه بارشال انا عايزه الاولانيه، ولو عندي كذا انبوبه تيو كومبليت انا عايزه برضه مين؟ الاولانيه. هو بيحط لي ارقام، بيحط لي ارقام على التيوب، او بيحطها لي في ورقه، الورقه من تحت وكل انبوبه مكتوب عليها الورقه بتاعتي. دي جيت ذيس ايديا. يبقى لازم ابقى عارفه يعني ايه نو هيموليسيس، يعني ايه ده شكل البارشل هيموليسيس، ده شكل مين؟ ده شكل الكومبليت هيموليسيس. خلاص فهمنا التجربه دي؟ دي تجربه سهله جدا، ديمونستريشن بس من تحت. يبقى في هنا كرتونه بيضه، يعني العيان
هيبرينايزد هيبرينايزد كابيلاري تيوب ومين دي؟ نون هيبرينايزد اكتر حاجه ها بصي معايا كده مين الهيبرينايزد؟ اللي عليها سلك الاحمر فيها هيبرين ودي نون هيبرينايزد كابيلاري تيوب يبقى يا جماعه مين اللي عليها سلك الاحمر ولا كده فاضيه لو حطيت فيها بلاد هتجبس يبقى اكيد دي بتاعت مين؟ دي بتاعت مين التجربه؟ بتاعت سبيرما اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فاكر سلك امال دي بتاعت مين؟ دي بتاعت البلاد كلوت يبقى دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الهبس ها؟ مين الهيبرنايز دي بتاعت الباتش دي سيل فوليوم لكن دي بتاعت مين؟ بتاعت البلاد كلوت يا حطيت فيها بلاد يحصل له ايه؟ خلاص فدي تجربه عندنا اسمها خلاص عرفنا حاجه من التو تيوبس طب لو جت التيوبس مش فاضيه لو جت التيوبس يا جماعه خلاص حطها بجهاز الطرد المركزي لما تتفصل الار بي سيز تتقل تحت وتسيب بدلها فوق مين؟ بلازما يبقى ده شكلها وهي جواها البلازما اهي وما دام جت لنا كده يبقى المطلوب مني ان انا دلوقتي اخد ريدنج ده اسمه هيماتوكريت سكيل انزل في الامتحان عارفه ده اسمه ايه؟ هيماتوكريت سكيل المطلوب مني ان انا اعرف الار بي سي دي تقريبا البرسنتج بتاعتها كام؟ يا جماعه قبل ما نحطها على السكيل اعرف البرسنتج لوحدك كان كل ده لحد فوق كان كل ده لحد فوق بلاد اللي هي العلامه البلاك دي شايفينها كل ده كان بلاد طب وبعدين ايه اللي حصل حطيتها في الجهاز السنتريفيوج ايه اللي حصل فصلت يا ترى لما فصلت الار بي سيز عامله كام في الميه من العمود الاصلي حد شايف الابر ليميت فين عامله كام في الميه يعني عامله 50 ولا اكتر اكتر من 50 انا بعمل استيميشن قبل ما المطلوب مني في التجربه دي ان انا اشوف الار بي سيز لما اتكبست في نفسي عملت كام في الميه من عمود البلاد كله قبل ما تحطها عشان تبقى مطمن ببص عليها كده بقول تقريبا الار بي سيز دي هتبقى فوق ال 50% صح 60% 70% فانا واخده استيميشن قبل ما احطها على ايه على الورقه بس احنا عايزين الرقم بالظبط ابدا احطها دلوقتي على مين على ما يسمى هيماتوكريت سكيل علشان صغير قوي كلنا هنشوف الهيماتوكريت سكيل انا هكبرها لكم على البورد عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه خلي بالك انا بقرا ازاي تعالوا نكبر مع بعض السكيل بتاعنا ادي السكيل اهو هكبره عباره عن خط ما بين الزيرو وبعدين الاقي خط تاني خالص ما بين مين ومين؟ برضه تاني ما بين الزيرو وال 100 يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا عملت ايه؟ انا كبرت بس الخط هنا خط من زيرو وال 100 وهنا من كام؟ يبقى انا كبرت الخط من زيرو مع زيرو طب وال 100 مع 100 طب لو هنا في 50 هنا في 50 صح؟ يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا عملت ايه؟ كبرت السكيل بس
مش ما يقعش في الجهاز، فدايما في الاخر لما التيوب تمر علينا هتلاقوا في الاخر خالص مش باين في شويه واكس هنا من الاخر، وبعدها يجي البلاد وبعدها تيجي مين وبعدها تيجي البلازما. لازم لو سمحت اول شرط عشان تعرف تاخد قرايه، عشان تعرف تاخد قرايه ان الماكس بارك. في شرط تاني محدش ينساه، upper level of plasma. مين؟ upper level of plasma يا جماعه لازم يكون على الاوبليك لاين هنا. مين ده؟ ده الابر ليفل اوف بلازما، لازم يكون هنا. ومين اللي بره الخط بتاعي؟ واكس. طب لو قلت لك هنا تربيز امشي مع الخط بتاعي مايل، امشي 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 ويطلع لحد 50، يبقى كام الفات بيصير بول بتاعت الراجل ده؟ 50%. تعال ناخد تيوب تاني، افرض انا رسمت تيوب قولوا لي ينفع اقيس عليها دلوقتي ولا مش مطبقه الشروط؟ الشرط الاول ان الوقت تكون مطبقه الشرط. الشرط الثاني كده بص على البلازما، لقيت البلازما هنا. هل ينفع اخد قرايه هنا يا شباب؟ ليه مش عارف اخد قرايه؟ اكبر ليميت اوف بلازما مش على بليك لاين اعمل ايه؟ حرك التيوب شويه. لما تبدا تحرك التيوب شويه وتيجي هنا شوفوا كده الشرط بتاعها ولا مين اللي بره ده؟ الوكس. طب ده مين ده؟ upper limit of RBCs. ومين دي؟ سوري upper limit of blood. ومين ده؟ upper limit of RBCs. امشي عليها تمايل واشوفها هنا وليها 17%. Is it easy؟ يبقى تاني ايه اللي انا بعمله؟ ببدا من السكيل الصغير ولا الكبير دايما؟ ببدا من الصغير بطبق الشرطين. مين هما الشرطين؟ الوكس يطلع بره او سايد السكيل بتاعي. الشرط التاني upper limit of بلازما على الاوبليك اللاين. شوف درجة الامتحان. فين درجة الامتحان؟ القراءة بتاعتك فين؟ عند أي ليفل بقى؟ ما أنا عندي هنا الوقت يبقى أبر ليفل أوف أر بي سيز، ده درجة الامتحان دلوقتي. خلاص؟ يبقى أنا بحط الشرط، حطيت مين بقى تحت؟ الوقت طلعته بره، البلازما حطيتها على الأوبليك لاين، بس أنا عينيا على مين بعد كده؟ أنا عينيا بقى على أبر ليفل أوف أر بي سيز. أقعد ماشية يا جماعة، خلي بالنا إن هنا في غلطات طبعا. إن الخطوط بتاعتي ماشية مايل وليست ماشية إيه؟ بريزنتال. يعني لو طالب قلت له ان ده الابر ليفل اوف، لو قلت له ده الابر بي سي، خلي بالكم من الكومن ميستيك دي. المفروض الطالب يعمل ايه؟ يطلع اوبليك. تخيل لو الطالب مشي كده اخد قرايه ثانيه. بس احنا ما بنمشيش بالعربي، انت بتمشي مع الخط بتاعك يمين، يعني حاطه ايدي، حط ايدي هنا واقعد ماشيه مع الخط الاوبليك، وابقى عارفه ان انا ايدي بتطلع فوق، ايدك ما بتمشيش هوريزونتال، ايدك بتطلع لفوق. فاهمه؟ يبقى الابر ليفل اوف ار بي سي نوت ذا هوريزونتال. امشي مع اللاين بتاعك وشوفها فين. تعالوا بقى نشوف، انتوا طبعا مش باين شايفات خالص ورا، بس انا عندي فين الاوبليك لاين؟ الاوبليك لاين اللي هو الرقم اللي فوق. شايفين الشادو ولا مش شايفين الشادو؟ شايفين ايدي بالشادو ولا كده؟ لو دورت كده مش باين؟ باين كده خفيف شويه. مين الاوبليك لاين ده؟ مين ده؟ ده الاوبليك لاين ما بين 100 و 100. فين البدايه بتاعتي؟ احط الانبوبه فين؟ حط الانبوبه هنا. تخيلوا ان دي التيوب بتاعتي، دي التيوب وده الواكس، اوكي؟ دي التيوب وده الواكس، وصباعي ده اللي بيفرق ما بين البلازما، ما بين الار بي سيز والبلازما. لما احطها هنا ينفع احطها كده ولا لازم اطلع الواكس بره؟ لازم اطلع الواكس بره. يبقى انا بجيب التيوب امسكها كويس، البلازما فوق، وابدا احطها من تحت. لازم احقق اول شرط. مين هو اول شرط؟ ان الواكس بره. شوفوا لي كده انا محققه الشرط ده هنا ولا لا؟ هاجي لحد عندكم تشوفوا كده. تشوفوا حاجه كل واحد يقول لي هل ممكن اخد قرايه ولا ما اقدرش اخد قرايه من هنا؟ لوك ات مي. هل ممكن اخد قرايه دلوقتي ولا لا؟ مش محققه الشرط التاني. بصوا كده على الابر ليفل اوف بلازما، مش محققه الشرط، مش واصل للاوبليك لاين. ها همر عليكم كلكم. بصوا كده ينفع اخد ايه دلوقتي؟ ابدا، لان الابر ليفل اوف بلازما مش على الاوبليك لاين، صح باين؟ تمام؟ يعني فيني بص معايا هنا، هل ممكن اخد ايه دلوقتي؟ الابر ليفل اوف بلازما مش على الاوبليك لاين. اجين مين ياخد باله من هنا؟ هل حد يعرف ياخد ريدنج؟ كينيدي، حد يعرف ياخد ريدنج هنا؟ ليه محدش يعرف ياخد ريدنج؟ upper limit of plasma not on the oblique line. اوكي لوك ات مي. ايه رايكم في السكيل دي؟ هل ممكن اخد قرايه دلوقتي؟ هل ممكن حد ياخد قرايه؟ ايه المشكله في التيوب دي؟ مش محققه الشرط الثاني. فين الابر ليفل اوف بلازما؟ اهو. هل هو على الاوبليك لاين؟ لا مش على الاوبليك لاين. ايه رايك؟ هل هو على الاوبليك لاين؟ فين الابر ليفل اوف بلازما؟ الاصفر صح؟ اخر الاصفر بتاعي فين ده؟ upper level of plasma.
ها مين دي يا شباب؟ ها مين دي؟ ده الأفر نيكل أوف بلازم برونز اللون الأسود ده. هل واصل مع الأوبليك لاين؟ لا يمكن آخد قراية دلوقتي. ده ترسان؟ لا يمكن. أمال آخد قراية إمتى؟ أعمل إيه يا جماعة في الخط بتاعي ده؟ مش عارف آخد قراية أعمل إيه؟ ابدأ لو سمحت اعمل موفمنت، حرك التيوب بتاعتك بشويش لحد لما يحصل إيه؟ ساعتها بس أقدر آخد قراية. بص هنا القراية. أقدر آخد قراية هنا؟ ليه؟ عشان الأبر ليفل أوف بلازما على الأوبليك لاين. ها أقدر آخد ريدنج؟ ليه أقدر آخد ريدنج؟ أبر ليفل أوف بلازما على الأوبليك لاين. قولوا لي يا شباب أقدر آخد ريدنج؟ حققت الشرط التاني، بصوا كده على الشرط التاني، ها بصوا على الشرط التاني حققته ولا لأ؟ يعني إيه حققته؟ يعني الأبر ليفل أوف بلازما على الأوبليك لاين، بصوا كده الأبر ليفل أوف بلازما لما يجي على الأوبليك لاين شكله إيه؟ يجي على الأوبليك لاين، أجين ها في الأبر ليفل أوف بلازما أوبر ليفل أوف بلازما على مين يا ابني؟ ها؟ شفتوا؟ شفتوا على الأوبليك لاين؟ كم القراية؟ أعمل إيه يا ابني أخد قراية؟ أحط إيدي أو المسطرة، لو أنت عايز مسطرة هشيل كم القراية هنا؟ شوفوا الرقم بتاعي ما شاء الله. بصوا هما بيعملوا إيه؟ بقول لهم خدوا ريدنج فبيقعدوا يقروا في الأرقام، هل لازم تكربس إيدك في الأرقام هنا؟ ما تاخدش هنا على الخط وتاخد بعيد. إيه اللي يخليني أكربس عيني هنا؟ فاهمين انا بقول ايه؟ ده عندي القرايه اطلع بالخط، مين يقدر يجيب لي ريدنج؟ كام الريدنج بتاعتي؟ كام الريدنج؟ امشي على الابر ليفل 70%. ايه يا جماعه عايزين نقرا ريدنج هنا، فين الريدنج بتاعتي؟ انا جايه لكم كلكم ده الابر ليفل، ما تلبسش نفسي امشي كده كده 70%. فاكرين لما كنت متوقعه الاول انها هتطلع فوق ال 50%؟ هتبقى قلبك مطمن. فين أبر ليفل أوف أر بي سيز؟ بس تمشي عليها بقى. أوكي؟ بمشي على مين؟ أبر ليفل أوف أر بي سيز خلاص؟ دكتور إيه يا جماعة فين القراية بتاعتي؟ أبر ليفل 70 تقريبا؟ 70 اللي أنا كنت متوقعة إن هو كده. بصوا على الأبر ليفل، حاضر ثبتها لي بصوا على الأبر ليفل أوف أر بي سيز، فين الأبر ليفل أوف أر بي سيز؟ امشي عليها، امشي عليها بإيدك الناحية التانية. هتيجي فين؟ فوق ال 50 صح؟ زي ما كنا زي ما احنا كنا متوقعين 50 60 70 تمشي على الخط، تمشي على الاوبليك لاين. هيا يا جماعه خلاص؟ ناخد الابر ليفل اوف ار سي سمارت كلاس. تعالوا شباب اديكم 5 مينتس للتصوير. اخر حاجه خالص دي بتنزل كف الامتحان، الانبوبه دي انبوبه طويله اسمها ويسترن جرين. اسمها ايه؟ ويسترن جرين. طبعا لو هي فاضيه معروفه انها طحينه، لكن لو هي مليانه بيقول لك خد قرايه. فين القرايه؟ فاكرين القرايه بتاعت الباك بس الكوليج كانت عند مين؟ فينا بس انا بتكلم. الباك بس الكوليج كانت التجربه عند مين؟ عند الابر ليفل اوف بي سي. اتفضل التجربه دي اسمها ايه؟ الصغار اسمها ايه التجربه دي؟ القرايه بتاعتي عند الابر ليفل اوف ار بي سي. كم تكمل الار بي سي هنا؟ كم تكمل الار بي سي هنا؟ زيرو مليمتر كاميرا زيرو، عند الزيرو مليمتر. طب انا لو لقيت ار بي سي تحت عند ال 20 وراها 20 وهتسيب وراها بلازما، فاهمين؟ يعني كل ساعه اجي الاقي الار بي سي بتنزل تحت وتسيب وراها ايه؟ بلازما. انا دلوقتي جيت بعد ساعه لقيتها زيرو، ايه اخبار الاي اس ار دي؟ عاليه ولا واطيه؟ دلوقتي زيرو ولا هي واضحه قوي. انا مش بكتب في ديتيلز الشرح، انا دلوقتي بوريك الديمونستريشن بس، فهمت قصدي؟ شوف ديمونستريشن الشرح بيبقى ليه وقت ثاني. ها يبقى دي زيرو مليمتر، عرفت ازاي انها زيرو؟ عندي رقم زيرو اجي يبقى بتنزل الحته دي في الامتحان اليوجوال، ممكن تلاقيها عند زيرو لسه محضره المعمل دلوقتي وانت اول طالب او ثاني طالب قدامك، فاكيد هتلاقيها ايه؟ زيرو. طب انتوا لو اخر طلاب بتطلعوا عند زيرو ولا تنزل ينزل تحت وتسيب بدلها بلازما واخد القرايه بتاعتها. لما تقول لي دي اقول له ايه في الامتحان؟ اقول له نو اي صار زي ما شفناها قبل كده مع الطلبه؟ لا، اقول له ليها قرايه والقرايه دي زيرو مليمتر. اوكي؟
لو جيت بعد ساعة هيحصل ايه؟ هلاقي الأمر نمر وصل مثلا لعشرة ولا حاجة، وساب بدلها ايه؟ بلازما لونها أصفر زي اللي فوق، شايفين اللي فوق ده؟ كانت بلازما زرقاء، ها شايفين ده؟ بس طبعا نبدأ أبدأ، شايفين البلازما الخفيفة كأني دي بلازما. لو السكيل بتاعي بدأ من الزيرو، لو السكيل هنا فوق ده الزيرو، كان زمان دلوقتي أبر ليفل الأر بي سي بتاعي كان 50 أو 60. يبقى فين الأبر ليفل الأر بي سي سكيل كام؟ عند الزيرو، زيرو إيه؟ مليميتر. لازم اكتب اليونت، محدش يقول لي نوع اس ار، ايه اخبار الاس ار دي عاليه ولا واطيه؟ قليله جدا، ونقول اسبابها عند سؤال اهي عند الزيرو اهي. لو كانت نزلت تحت كان سابت بدلها لون زي اللون اللي فوق، اتفقنا؟ هو لسه بقى هو مستوى ان احنا لسه طيب. لا لا ممكن عيال ما عندوش فيبرينوجين، اه فيبرينوجين مش فيه احوال بتبقى دي اس ار واطيه كل شيء سحيه. لا لا ليها اسباب، انا مش داخله في الديتيلز، انا بواجه النهارده بس. يا جماعه كلنا الموبايل يلا تعالوا صوروا عشان نوصلنا على ايه؟ شوفوا الموبايل فين قبل ما نبدا نشوف. خلي بالك الفاكس كل ما زادت هي بص عايزه الفاكس لا محدش يكسر يلا تعالوا صوروا. حاجة تاني بقى ولا ايه؟ يا جماعة خلاص صورنا ولا هو معيش وعيدة تاني؟ حاجة بقى هزي ايدي هيبرينايز كبير اليوتيوب بتاع الوصف يعني امبوبة رفيعة معلهاش هيبرين كده القراءة زيرو اوكي انا رايح احط على حاجه بيضه وصوري طب وتجربه لا صورنا صورت باوزموتيك لا لا اصور كل تيوب لوحده يعني ايه ده مين ده امسك التيوب واصور مين ده نو ما تصوروش صورت يعني هو ده مين اللي عمل فيديو مين اللي كان عامل فيديو ايوه مين اللي كان بيقول على اليوتيوب عايز الفيديو حاضر مش قط عايزه كوبي ممكن اوكي ماشي ده كان يا جماعه خدوا صوروا دي نو دكتور الأمة اسمها ايه؟ بلوك بنت او سفلي بنت خلاص صوريها صوريها وهي بعيدة بصي يا جماعة ما تنسوش ده الأنتي A والأنتي B والأنتي D اوكي؟ هتوصل بالترتيب ايوه هتجيبها لي ازاي ما تبقاش انت حاطه كام توست دلوقتي؟ لا حاطه ايه؟ مش حاسه انا مش عارفه اصور لا بص انا هقول لك حاجه انا لو اديتك فلاشه تعرفي تعمل فلاشه؟ طيب ماشي صح؟ لا اسمي مش دكتور اكيد دي مش مظبوطه صح؟ لا لا لسه مش مظبوط مفيش ماتش خالص اه احنا حطيناها هنا اوكي انا مش عارفه يعني انا مش عارفه اجيبها صغري يا هلا هو صغري ايوه محدش يمشي من غير ما يصور يا بنتي مش عارفه صغري الزوم ده يعني عايزه تصغريها ممكن تنزل بصوا يا جماعه ممكن تنزل فاضيه على الترابيزه
خلاص ببقى عارفه شكلها انها انبوبه تخينه بتبدا من 0 لحد 200. دي بس كده بقول لي ايدنتيفاي اسمها وش منين بس صوروا السبايرومتر بيد هذا ناحيه. هي انبوبه تدرجها بين الصفر والفوق. اه انبوبه غريبه يعني مميزه بصراحه يعني هي انبوبه مميزه جدا. محدش ياخد تسترات معاه. ايه؟ يا هلا ما هلا تعليكي عشان تيجي في الفيديو. ايه؟ بتيجي في الفيديو. يعني انا امس بدات اقول عليها. طب ممكن تطلعيهم بقى واحده واحده؟ ايه ده كده نو هيموليسيس؟ انا بارشال هيموليسيس. اه كنسلي كل اللي عليها. اه انت بقى كومبليت هيموليسيس بارشال كومبليت خلاص ايه شفت ده احط لو سمحت الكليب فين ال لا صح انا بدي مش هتفرق المهم التبتيج ما يهمنيش انت